على مظاهر العنف والقمع والقتل واستهداف الناشطين والمتظاهرين السلميين في العراق، أطلق الشباب الكربلائي المعتصم حملة واسعة لإعادة ترميم ساحة الأحرار وسط المحافظة والقيام بحملات التنظيف والصيانة وصبغ الأرصفة وتشجير محيط الموقع. طبعا اليوم تطلق حملة تطوعية كبرى في محافظة كربلاء في ساحة الأحرار من قبل مجموعة من المعتصمين أصحاب الخيم ومن قبل مجموعة من المتطوعين، هدفها تنظيف الساحة، إعادة تعميرها، صبغ الأرصفة، التشجير في محاولة نقل يعني إيجابية ونقل السلمية والوعي الدائم اللي يرافق هذه الاحتجاجات. فبالتالي اليوم نلقي رسالة مهمة إلى كل الجهات، الأحزاب، التيارات، إلى كل الحكومات الفاسدة اللي تحاول تقمع المتظاهرين وتنهي الحركة الاحتجاجية وتحاول تلبسها لباس هو على غير حقيقتها، وبالتالي محاولات القمع، محاولات الاغتيالات، احنا نرد عليها ببساطة تامة من خلال هذه الحملات الشبابية، من خلال هذه الحملات التطوعية. المبادرة لاقت ترحيبا من الشارع الكربلائي كونها تدل على مدى وعي شريحة الشباب المنتفض ضد الفساد، فيما أكد عدد منهم أن المرحلة المقبلة والتي ستعقب رفع الخيام من الساحة وإنهاء الاعتصام تتمثل بالخروج بمسيرات ووقفات سلمية للمطالبة بالحقوق المشروعة التي خرجوا من أجلها. اليوم أطلق المعتصمون مرحلة انتهاء الاعتصام والانتقال إلى مرحلة أخرى، وهي استمرار الاحتجاجات والتظاهرات مرة أخرى واستمرار الثورة، وخصوصا بعد مقتل الكثير أو اغتيال الكثير من الناشطين، وخصوصا صلاح العراقي، وأيضا ما سبقه من اختطاف واختفاء قسري للناشطين منتظر محمد. أطلقنا حملتنا السلمية أيضا وبثقافة معروفة، وهي حملة تطوعية لتنظيف وتأهيل ساحة أحرار كربلاء بعد انتهاء الاعتصام وترك بصمة عن مرحلة الاعتصام، بصمة جميلة أنه الاعتصام لم يكن للمخربين ولم يكن للمتسولين كما يقولون، بل هو كان للمثقفين والمتطوعين والشباب العراقيين الوطنيين. هذه مبادرة جيدة من قبل الشباب من أجل إظهار ساحة الأحرار في كربلاء بصورة جميلة، ودل هذا يدل على وعي المتظاهرين، وعي الشباب المعتصمين في محافظة كربلاء. مرة أخرى يثبت الشباب العراقي وعيهم وشعورهم العالي بالمسؤولية تجاه الوطن وشعبه رغم كل التحديات التي يواجهونها، ويؤكدون مرة أخرى على سلميتهم ووفائهم لدماء الشهداء. من كربلاء طارق الخفاجي، قناة الرشيد الفضائية.